جوجل لما فكرت انها تنقلك لواقع افتراضي بدأتها بنظارة كرتون ب $15 وطورتها لحد ما بقت بشكلها الجديد ب $79. معاكم ابو عمر، ودي مراجعة لنظارة جوجل الجديدة داي دريم. علبة النظارة محتواها بسيط، والحمد لله ان الجمارك ما بهدلتهاش. الحاجة فيها مترتبة بشياكة، واول ما تفتح العلبة بيظهر لك الكنترولر، ولما بتسحب لبره بتبدأ تظهر النظارة نفسها. النظارة بطبيعة الحال هي اهم ما في العلبة، والريموت اللي عن طريقه هتتحكم في اختياراتك، واخيرا كتيب صغير لتعليمات الامان، ومعاه حزام للايد علشان الريموت. الحقيقة شتان الفارق بين الكارد بورد العادية وبين الداي دريم. جوجل اهتمت قوي بأدق تفاصيل تصميم وصناعة النظارة، وعشان تتأكد من ده فكفاية انك تشوف المكان اللي جوجل عملته علشان تشيل فيه الكنترولر في الوقت اللي مش هتستخدم فيه النظارة علشان ما يضيعش او ما يتبهدلش. كمان جودة العدسات المستخدمة واللي مش هتحتاج انك تقربها من عينيك او تبعدها، لانها مظبوطه مع شاشه تليفونك ومع عينيك حتى لو بتلبس نظاره. الكنترولر، او خليني ابدا اسميه الريموت، خامته محترمه قوي وحجمه ممتاز، ما فيهوش ازرار كتير تلخمك. من تحت فيه لمبه LED علشان تعرف حاله الريموت، زرار التشغيل والظبط بتاع توجيه الريموت، وبعده زرار الرجوع للخلف، وفي الاعلى مساحة كنت فاكرها الاول تاتش باد، لكن اكتشفت انها كمان زرار، وهو ده الاهم لانه اللي بتختار بيه اللي انت عايزه. مش هتحتاج تظبط مستوى الصوت من التليفون، لان ببساطة هتقدر تعمل ده من الريموت نفسه في اي وقت اثناء الاستخدام. واجمل ما في الريموت انه مش بيشتغل ببطارية منفصلة محتاجة انها تتغير كل لما تخلص، انما مزود ببطارية مدمجة ومدخل شحن تايب سي علشان تشحنها بنفس شاحن البيكسل. حزام اليد هتوصله بالفتحات الموجودة اسفل مدخل الشاحن علشان تضمن انه ما يقعش من ايدك اثناء الالعاب. دلوقتي بقى احنا عايزين نجرب النظارة. هنفتح اللوك بتاع التليفون الاول، وبعدين نظبط مكانه في النظارة. ومش محتاجين نعمل اي حاجة، لان عن طريق الـ NFC برنامج داي دريم هيبدأ. كل اللي عليك تعمله انك تقفل النظارة عشان تبدأ رحلتك بعيدا عن الواقع اللي انت عايش فيه. مكان التليفون مظبوط جدا ومحكم وثابت، بس ده بيكسل العادي، حجمه صغير، فمش عارف شكل بيكسل XL هيكون عامل ازاي. جوجل ما اعلنتش ان النظارة بتيجي بحجمين، لكنها اعلنت ان النظارة متوافقة مع الجهازين. تجربة النظارة في حد ذاتها ممتعة، وحقيقة من أجمل تجارب الواقع الافتراضي اللي اتعاملت معاها هي ونظارة سامسونج جير VR. مريحة جدا على العين، خفيفة الوزن، خامتها مش هتتعبك. العدسات كمان واضحة جدا ومش مضايقاني وأنا لابس النظارة العادية بتاعتي، واللي لو خلعتها مش هشوف حاجة، وده كان أمر مزعج مع النظارات رخيصة السعر. هحاول أنقلكم معايا بفيديو من داخل النظارة، بس بطبيعة الحال مش هيكون نفس الإحساس اللي أنا كنت عايشه وانا في قلب المحيط وسمك القرش بيلعب حوالي. Sharks have amazing senses. She's picking up the tiny vibrations of those amberjacks. Let's take a closer look inside. That huge liver fuels long, non-stop migrations, and those muscles warm her blood. We now think that females may have to be over 33 years old before they're even able to breed, so they are hugely threatened by being caught as juveniles. As marine biologists, our research and study helps protect these incredible animals.
adventure inspires us to discover and learn. Curoscope. طبيعي جدا بعد الاستخدام انك تلاقي التليفون سخن، بس مش هيوصل لدرجة سخونة قوية. فبعد استخدام حوالي ربع ساعة كانت درجة حرارة التليفون 40 درجة تقريبا، وبدأت تنزل تدريجيا وبسرعة. أخيرا نظارة جوجل حاليا بتشتغل مع 5 أجهزة فقط، وكلهم شغالين بأندرويد نوجا: جوجل بيكسل، جوجل بيكسل اكس ال، موتورولا زي، موتورولا زي درويد، وموتورولا زي فورس درويد. بعد كده جوجل قالت انها هيتم اضافة المزيد من الهواتف، واللي بطبيعة الحال غالبا متوقع ان لما ينزل لهم اندرويد نوجا. دي كانت مراجعتي لنظارة الواقع الافتراضي الجديدة من جوجل. بشكركم ونلتقي في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.